بيراميدز النهارده اقال مديره الفني اروى بارينا وجاب المدير الفني السابق لوادي دجله وتاكيس جوناس، وهو مدير فني جيد ومدير فني عايز يعمل حاجه. حضراتكم عارفين التغيير اللي بيحصل في اي اداره فنيه في اي فريق بيفرق مع الفرقه نفسها وبيفرق مع اللاعبين اللي متواجدين في الفرقه، فبالتالي على حظ النادي الاهلي ده حصل دلوقتي قبل هذه المباراه الهامه. اوكي تمام، ما عندناش مشكله، ولكن عايزين نركز الفتره اللي جايه في مباراه يوم الخميس، في المباراه وايه اللي هيحصل فيها وموسيماني هيعمل ايه وهيلعب ازاي. فحاجه جميله جدا جدا ان احنا بنشوف كل الناس مهتمه، خلاص حتى جمهور النادي الاهلي قفل مباريات البطوله الافريقيه وابتدى يفكر في مباريات الدوري العام المصري، لانه البعض يطلع يقول لك ايه، البعض يطلع يقول لك يا جماعه سيبوا لنا حاجه ناخدها، سيبوا لنا حاجه ناخدها. يا جماعه هو الموضوع مش كده، الموضوع ابسط من كده بكتير. انا يعني لعيبه النادي الاهلي وجمهوره عايزين ياخدوا كل البطولات، كل البطولات، دوري، كاس، كاس افريقيا، سوبر افريقي، سوبر محلي، نلعب في كاس العالم، عايزين نصل الى المباراه النهائيه. لما بقول كده الناس بتتضايق، لكن هي دي الحقيقه. لما بلعب في كاس العالم للانديه انا عايز اوصل للنهائي والعب في النهائي واخد كاس العالم للانديه. هو ده الفرق على فكره ما بين النادي الاهلي وبين كل، وانا مش قصدي حاجه ولكن هذه هي الحقيقه، ان انا كنادي اهلي بلعب ان انا اكسب كل البطولات اللي انا داخلها. مش ذنبي ان حضرتك مش عارف تكسب، مش ذنبي ان حضرتك بتقولي لو سمحت يعني ما تكسبش، اعملها ازاي دي؟ مش بتاعتي الحقيقه. يعني مش بتاعتنا، النادي الاهلي دايما ما بيفكرش بهذا الشكل. فمش بتاعتنا ان احنا نفكر ان احنا نخسر بطوله لا قدر الله ولا حاجه من هذا الموضوع. الناس كلها بتحسد النادي الاهلي، الناس كلها بتحسد لعيبه النادي الاهلي، ولكن في النهايه الحسد موجود طبعا، ولكن اجتهاد مجموعه اللاعبين اللي امام حضراتكم دلوقتي واجتهاد مديرهم الفني ومن قبلهم مجلس اداره، من قبل كل دول جمهور بيجتهد وواقف ورا فريقه، لا بيخليك دايما بتسابق الزمن، دايما بتحاول ان انت تكسب كل المباريات علشان ترضي الجمهور اللي موجود وراك ومستني منك، حتى لو ما بيجيش الاستاد، حتى لو ما بيجيش المباريات عشان يشجع بسبب جائحه كورونا طبعا. ف معلش هنحاول، يعني مش عارف اعملها، مش عارف اقولها ازاي، ولكن انا عايز اكسب كل البطولات، انا عايز اكسب كل الماتشات، عايز العب في كل اي بطوله انا بلعب فيها انا عايز اكسبها. مش ذنبي ان حد محدش عارف يكسب، محدش عارف يصل لنهائي بطوله افريقيا مرتين ورا بعض في خلال 5 أو 6 شهور. مش ذنبي كل ده، مش ذنبي على فكره، ولكن انا فريق بجتهد وبتعب وبموت نفسي عشان ارضي جمهوري. فخلينا نركز الفتره اللي جايه في مباراه بيراميدز ان شاء الله ليوم الخميس، مباراه صعبه، مباراه مهمه، تغيير جهاز فني لبيراميدز هيفرق كتير مع اللاعبين اللي متواجدين، ولكن ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قدها وقدود، ولاعيبه النادي الاهلي خلاص قفلوا الملف الافريقي وابتدوا يفكروا في الملفات القادمه، اولهم هو ملف الدوري العام المصري في الاربع مباريات القادمه.